وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم مثل يقول رجل فقد هويته الشخصية في المسجد عند خروج الناس من الصلاة، فلما حس بفقدها رجع للمسجد وسأل إمام الجامع والحارس عنها، هل يدخل هذا الفعل في النهي عن سؤال الضالة في المسجد؟ طبعا أخي سأل كتبها الضالة بالضاء، هي الضالة بالضاد وليست الضاء يا إخوان حفظكم الله ورعاكم. وإذا كان الفعل غير صحيح فماذا كان يجب عليه أن يفعل؟ لهنا ما في مانع. المقصود بالنهي عن سؤال الضالة، قال من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، هو أن يقف ويعلي صوته للجميع فيقول يا أيها الناس لقد فقدت محفظتي، يا أيها الناس لقد فقدت دابتي، يا أيها الناس لقد فقدت مفاتيحي، هذا المنهي عنه. لكن إذا ذهب يسأل إمام المسجد أو ذهب يسأل الحارس عنها فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. إنما هو نشدها أن يقف في داخل المسجد إما عن طريق مكبر صوت أو عن طريق صوته الطبيعي ويسأل عنه، هذا الذي ينهى عنه والنهي للتحريم. وينبغي من سمع ذلك يقول لا ردها الله عليك. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لإنشاد ضالة وللبحث عن التائهات، إنما هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح في الرجل الذي بان في المسجد، إنما بنيت هذه المساجد للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. وغالبا من فقد شيئا في المسجد إنه أن يكتب ورقة ويجعلها في خارج المسجد، أو أن يقف على مدرجة الناس خارج المسجد. وأنوع على مسألة مهمة، أحيانا المسجد يكون ملحق به ساحة تقام فيها الصلوات، هذه حكمها حكم المسجد، فينهى عن البيع والشراء. تجد بعض الباعة وفقهم الله لكل خير ورزقنا وإياهم الحلال، يأتي في الساحة الملحقة بالمسجد وتكون الساحة مظللة وفيها مراوع وتفسط فيها البسط في يوم الجمعة، هذه لها حكم المسجد كما قال أهل العلم، لها حكم المسجد كما قال العلم. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، فكذلك ينهى في هذا الساحة الملحقة بالمسجد، وينهى أيضا عن نشد الضالة. فيقف على مدرجة الناس خارج المسجد ويسألهم، أو أن يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد وليس في داخل المسجد. أسأل الله أن يولك متفق والشداد، وأسأل الله أن يرد له ضالته. ومن نافلة القول هنا، هل هناك دعاء لإرجاع التائهات؟ لأن بعض الناس يقول لك إذا ضاع منك شيء فقل اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتنا، قل لم يصح دعاء في رد التائهات. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.